اتيكات اكل العنب. طيب يا ترى العنب بيتاكل ازاي؟ اول حاجه خالص انا باخد النابكن بتاعتي، الفوطه بتاعت الاكل زي ما قلت، دي الطريقه اللي بحطها على رجلي، وهرجع اقول النابكن دي فوطه الاكل، ما بحطهاش غير لما الاكل بيجي او لما الاكل ينزل ابتدي احط الفوطه بتاعتي، قبل كده ما ينفعش احط الفوطه. تاني حاجه هاكل العنب ازاي؟ انا بقول دايما انا بعمل ايه، بقدم الحاجه للناس ازاي. دايما بنقول بنسهل الحاجه للناس، ما بستعملش حاجه تخليها شويه الناس مش عارفين ياكلوها ازاي. فعشان اسهل الموضوع ما ينفعش اقدم للناس العنب بالشكل ده، عنقود كبير بالشكل ده، اوكي، وما ينفعش اكل بالشكل ده خالص، عنقود كبير كده مش المفروض. اعمل ايه؟ المفروض ان انا اعمل ان انا استعمل العنب اجهزه للناس. انا بجيب العنقود الكبير وبقطعه صغير صغير بالشكل ده واحطه، يبقى ايه كلهم عنقيد صغيره بالشكل ده في الطبق بتاعي. انا بساعد الناس ان هو ما يبقاش فيه مشاكل في الاكل، فبعمل كده وبقدر امسك عنقود عنقود واكل العنب بصباعين بالشكل ده عادي خالص. وممكن طريقه تانية سهله وبرضو اعملها للناس وتبقى جاهزه للناس انهم يقدروا ياكلوا بسهوله، ان انا ممكن اطلعه من العناقيد بتاعته كلها واحده واحده بالشكل ده، واعمل كميه في بال كبيره واحطه ويسقع للناس، ولما الناس تيجي استعمل كاسه لطيفه كده او سلطانيه ومعلقه واحطه كده، وبسهوله جدا انهم يقدروا ياكلوه بالشكل ده بالمعلقه. دي طريقه صح، دي طريقه صح، ودي الطريقة اللي مش مناسبة، ودي الطريقة اللي أنا بسهلها للناس في طريقة أكل العنب. وألف هنا، وكالعادة طبعا بنمسح النابكن بتاعتنا بالطريقة دي وبحط الحاجة بتاعتي على الشمال، وألف هنا.